سادات وسادة الحضور، أترك حضراتكم مع فيديو وثائقي عن إمكانيات السياحة الصحية في مصر. مصر التاريخ، مهد الحضارة، قلبها النابض بالحياة. على أرض مصر تتنوع الثقافات، حيث الطبيعة الفريدة التي تمنح القادمين إليها راحة وشفاء. إنها الأرض المباركة، أرض الكنانة. أنا بحكم تجربة كبيرة جدا وعميقة جدا، وتجارب إن مصر كانت يعني ملجأ وكانت قبلة لتلقي العلاج والجراحات من دول كثيرة جدا، كانت وما زالت وإن شاء الله سوف تستمر في تلقي العلاج والاستشارات الطبية والتدخلات الجراحية الدقيقة في جمهورية مصر العربية. الدولة لديها رؤية مستقبلية وخطة طموحة لزيادة حجم التواجد على الخريطة العالمية للسياحة الصحية من خلال إطلاق منصات إلكترونية تقديم خدمات السياحة العلاجية بواسطة وزارة الصحة والسكان، حتى نصل إلى التواجد في المراكز الخمسة الأولى عالميا والحصول على 10% أو يزيد من عوائد السياحة العلاجية على مستوى العالم. سيوة، واحة السحر والجمال، أشجار نخيل وزيتون، وجهة السياحة العلاجية في مصر، حيث الدفن في الرمال الدافئة التي تمنح الاسترخاء والاستشفاء. الوادي الجديد، آثار متنوعة لعصور مختلفة، صحراء بيضاء محمية طبيعية، عيون كبريتية ساخنة، كنز علاجي طبيعي، أعشاب طبية نادرة. إنها أرض الشفاء. زهرة الجنوب، أسوان، متاحف أثرية، حديقة نباتات نادرة، وقرى نوبية أصيلة، رمال علاجية دافئة. سفاجة، منتجع على شاطئ البحر الأحمر، قرى سياحية متميزة، مياه ذات ملوحة عالية، رمال سوداء وطبيعة علاجية خاصة، صحبة بدوية ممتعة. عين حلوان، من أشهر العيون المائية في مصر وأقدم المقاصد السياحية العلاجية بها، وليس لها مثيل، حيث النقاء والاستشفاء. حمام موسى، يطل على شاطئ البحر بخليج السويس، يقابله الجبل، ينبع منه 7 عيون كبريتية. إنه مزار سياحي رائع يقع على واحة نخيل شاسعة في طور سيناء. في قلب الجبل كهف حمام فرعون الأثري، يستخدم كسونة طبيعية وعلاج الكثير من الأمراض لمرور الحرارة في مياهه الكبريتية من أسفل الكهف إلى أعلى سطح الجبل. سانت كاترين، جوهرة خالدة، واحدة من أجمل المدن المصرية، فهي محمية طبيعية على قمة الجبل. كلم الله موسى، إنها واحة التاريخ المقدس، وفي قلب الطبيعة تنمو الأعشاب والنباتات النادرة التي تستخدم في علاج الأمراض الصدرية. شرم الشيخ، مدينة السحر والسلام، منتجعات سياحية تجذب السائحين إليها من مختلف أنحاء العالم، وتضم مراكز صحية متميزة، ومستشفى شرم الشيخ الدولي نموذج عالمي لمدينة سياحية مصرية، حصلت على العديد من الجوائز العالمية كأفضل وجهة سياحية آمنة في العالم. وقد حاز السيد محافظ جنوب سيناء على لقب شخصية العام لتطبيقه معايير التنمية السياحية الشاملة. كان هناك تكريم لمحافظ جنوب سيناء من منظمة السياحة الأفرو آسيوية للفوز بجائزة أفاسو الذهبية كرجل العام، كأفضل محافظ للتنموي لمدينة سياحية، وحصول مدينة شرم الشيخ أفضل مقصد سياحي آمن على مستوى العالم. وتقوم المحافظة بتطوير وتأهيل المناطق المحيطة بها حتى تعمل كأدوات جذب جديدة للسياحة العلاجية والسياحة العامة.
بالعلاوة على أن مصر تملك مؤسسات في مختلف المواقع، يكاد يكون ما فيش محافظة في مصر ما فيهاش موقع استشفائي أو علاج تكميلي أو علاج للاسترخاء أو التعافي من عمليات جراحية أو أمراض مزمنة أو أمراض طويلة في مختلف المحافظات. أيضا سأضع خريطة للمستقبل بإنجاح منظومة الرعاية الطبية العلاجية للقادمين من الخارج. في انتظام نعيش بيزنا نسا نطلع مواقع لطريقة نطلع مواقع نريد مواقع يعني me acordé hasta que no pasó muchas horas o ya por la noche sigue fue cuando me acordé de lo que me había ocurrido y luego me volví a pasar ese mismo día también por la noche y entonces ya fue cuando nos vinimos aquí porque ya estaban preocupados por mí. Yo estoy muy bien. هكذا احتلت مصر موقعا متميزا على خريطة السياحة العلاجية وأصبحت وجهة سياحية لراغبي الاستشفاء من أنحاء العالم كافة.